السلام عليكم خوتي، السلام عليكم لا فامي. اليوم الموضوع تاعنا هو التأمينات أو لاسورانس. يعني لاسورانس كما كنشوفو هاد ليمات اللي تزاد بواحد النسبة قول 100%، وكاينين المواطن اللي تزادو أكثر من 100%. وبالنسبة اليوم أنا مشيت باغي نسوري موتور بيني لي في ال اكس، ومشيت أنا وصاحبي وكنتفاجئو بواحد الثمن اللي هو خيالي. يعني أنا عندي كارد غريز عادية، يعني ما عندي لا بلاك لا والو. مشيت سوريت وأنا نسوري ب 28، يعني ب 1400 درهم. والدري صاحبي عنده بلاكه، يعني عنده مسائل تاعو كلشي مريقل. يعني ملي مشى عندهم قالوا لي عندك موتور فيدو شوفو، يعني خصك تخلص 2600 درهم، يعني 52000. وهادشي خوتي راهو بزاف، يعني ولاد الشعب. يعني بيني لي و تي 90 و 100، ملي سولت على الثمن تاعهم قالوا لي انه تا هما غادي يوليو 37000. يعني 37، يعني هادشي بزاف، يعني بزاف على ولاد الشعب. كما تشوفوا اخوتي هادشي راهو ماشي شي حاجه اللي هي منطقيه. يعني الصورة من الاول خصو يكون داك الثمن، ماشي دا تبعو المواطر على جاوتي يزيدو على بنادم وزيد عليها دابا ليسانس اللي تزاد. يعني اخوتي هادشي بزاف وخصنا ليه شي حل. بالنسبه اخوتي اللي سورا شي موتور مؤخرا، يهبط الكومنتير وكتب لنا السميه تاع الموتور شحال حاب يسوري، وين كارت غريز اللي عنده. يعني اخوتي بيني لي تسوري دابا ب 52000 راه بزاف. يعني بحال عندك شي تي ماكس ولا عندك شي موتور كبير، شي سيد ميل ولا شي اروان. يعني داك الثمن اللي هو بزاف، يعني 2600 درهم، وزيد عليها دابا بيرمي، وزيد عليها لاسورانس، زيد عليها ليسانس تا هو تزاد. يعني اخوتي هادشي خصنا ليه شي حل، يعني هاد المشكل عويص خوتي. هذا هو البلان، يعني خصنا شي حل لهذا الشيء. وما تنساوش انكم اول مره تدخل القناه انه يتابونا ويدير سبسكرايب يوصلوا كل جديد. وهذا الشيء خوتي بلا شي حل، نساو شي كومونتير تاعكم يساعدونا على باش نلقاو شي حل لهذا الشيء.